السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من مطبخ ام رسلان. اليوم جيتكم بوصفه جديده اللي هي غراتان جلبانه. غراتان جلبانه، اول شيء نبداو بالجلبانه، راح نطيبوها صوص بلونش عاديه غير بالجلبانه، ما معها حتى حاجه. انا واش نحتاج ولا صوص تاع الجلبانه؟ نحتاج جلبانه، كميه من الجلبانه، نحتاج قطعه دجاج ولا لحم كيما بغيتي، ونحتاج بصله، سنينه، ثوم، ولي زيبيس، نحتاج ملح، فلفل الكحل، زنجبيل، راس الحانوت، وشوي موطارد، سمن، وزيت. هذه بالنسبة للجلبانة. ونحتاج بطاطا كنت قليتها مكعبات، هنا تحبي تقليها كما تحبي. ونحتاج صلصة البيشاميل. نبدأ أول شيء بسم الله بالجلبانة. راح ندير السمن والزيت وندير عليهم قطعة الدجاج. راح نزيد لها البصلة، وسنينة تاع الثوم، وليزوفيس، نخلطو كلش ونخليهم يتقلاو مليح. راح نزيد لوح الجلبانة نقليها معاهم. هنا تحبي تزيدي زرودية زيدي، سنارية. باش تدي النكهة مليح. نخليهم يتقلاو مليح من بعد المرق. تقلاو المكونات مع بعض، راح نمرق بالماء سخون، ما كثرش الماء، ونخليها طيب. لازم لاصوص تختار مليح، الجاج تاعي يكون طاب، لازم نخلي الجاج يطيب مليح، هو والجلبانه ولاصوص تختار، خلاص تختار مليح. من بعد نطفي عليها ونكملوا الطبق تاعنا. هنا بعد ما طابت الجلبانه واخترت لاصوص كيما راكم تشوفوا، خثرتها بزاف لانه بغيتها هكا تكون خاثره. ومن جهه نحيت الزر تاع الجاج كنت فتتو كيما راكم تشوفوا. راح نجيب مول يدخل الفرن، نفرش فيه البطاطا، ونجيب الجلبانه اللي نعتها لكم درك، راح نفقس عليها بيضه. هنا تحبي ديريها ديري لها البيض، تحبي ما ديريش، انا بغيت ندير لها البيضه باش تجمل روحها شويه. نحرك ونفرغها. نفرغها كامل. نحاول نمشيها. هنا كي تلوحوها الفرن راح يتجمر. البطاطا هذيك راح تشرب لاصوص. ونجيب الزدر تاع الدجاج اللي كنت فتتو، نفرشو فوق الجلبانه والبطاطا. هنا تقدري ديري لحم، تقدري ما ديري لا لحم لا دجاج، تقدري ديري ديبولات تاع فيونداشي. نعطيكم غير الفكره، وكل وحده وذوق تاعها. ودركا راح نبدا نفرش البيشاميل. هنا البيشاميل هاي ليك بعد ما طابت شدت روحها. الفيديو راح تلقاوه في القناة الخاصة بيا. نغطي كامل المكونات بالبيشاميل وندخلها الفرن على درجة حرارة عالية باش تزرب تتجمر والبيشاميل تتحمر لي، ونشوفوها واجده مع بعض.
هاوليك البلا بعد ما خرجته من الفرن خليته برد شويه، مازال سخون يعني غير برد باش نقدر نقص لكم. هاوليك البلا بعد ما كملته، هاوليك الطبق بعد ما طاب كما راكم تشوفوا خرجته خليته غير برد شويه او مازال سخون باش نقدر نقسم لكم تشوفوا. راح نحي لكم طرف تشوفوا. مازال ما شدش روحو، مام هكا مليح. هاي ليك هاي القراتا شدت روحها، يعني هذيك لاصوص كانت تشربتها البطاطا والبيشاميل تحمرت كيما راكم تشوفوا. هذا هو الطبق يعني بنا لا تقاوم، بنين ويبان كطبق رئيسي في رمضان ولا سير الايام. جربوه ماكمش راح تندموا. يعجبتها الطريقه وعجبتها الوصفه ما عليها غير دير جيم الفيديو، دير اشتراك للقناه، واللي اول مره تشوف الفيديو وتدخل قناتي ديري اشتراك للقناه واضغطي على الجرس. والى اللقاء مع وصفات وفيديوهات جدد ان شاء الله.